أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بكم يا شباب طلبة الصف السابع بالمرحلة المتوسطة بمدرسة التميز النموذجية، ومع الدرس الأخير من دروس مادة القرآن الكريم. طبعا يا شباب معنا سورة المعارج، وهي سورة مكية أنزلها الله في مكة المكرمة، آيتها 44 آية. الدرس الثامن تحت عنوان علاج القرآن لطبيعة الإنسان، سورة المعارج الآيات من 19 إلى 28، الصفحة في الكتاب يا شباب 46. طيب، عنوان الدرس علاج القرآن لطبيعة الإنسان. تمهيد لهذا الدرس بارك الله فيكم: بعض الناس جبلوا على جمع حطام الدنيا، فإذا نزل به المكروه من فقر أو مرض أو خوف بالغوا في الجزع وأكثروا. يعني الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بنعم كثيرة، فإذا ما ابتلانا الله واختبرنا ببعض الابتلاءات كالمرض كالفقر إلى غير ذلك، ففي بعض الناس بعض عباد الله عز وجل يعني يرفضوا ويبالغوا في الجزع ويكثروا من هذا الأمر، ويستولي عليهم اليأس والقنوط من رحمة الله ويتمردوا على الله تعالى. وإذا أصابهم خير من غنى وصحة وسعة رزق بالغوا في المنع والإمساك عن الفقراء والمساكين والمحتاجين. ولو كان الناس كلهم على شاكلة يعني نوعية هؤلاء الناس لن محت الألفة والمودة، يعني الألفة والمودة ستزول من بين الناس لو أنهم فعلوا ذلك، وحلت محلها العداوة والبغضاء. ولكن اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون لطيفا بعباده، فخلق في كثير منهم مواهب سامية تبعدهم عن هذا الخلق الذميم وتدفعهم دائما إلى فعل الخيرات. وإليكم بارك الله فيكم ما جاء في هذه الآيات الكريمة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، إن عذاب ربهم غير مأمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا شباب استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة بصوت هذا القارئ بارك الله فيكم، وإليكم نص هذه الآيات أقرأها على مسامعكم فاستمعوا إليها جيدا. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا،
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون بعض معاني الكلمات في هذا النص الكريم الكلمة معناها هلوع شديد الضجر لا يصبر على بلاء ولا يشكر ربه الشر الضرر من فقر أو مرض أو خوف جزوع كثير الجزع فهو يئوس قنوط منوع كثير المنع والإمساك والشح شديد البخل للسائل المستجدي وقيل الفقير الذي يتكفف فيعطى والمحروم المحتاج المتعفف عن السؤال بيوم الدين يعني يوم القيامة مشفقون خائفون من عاقبة أمرهم غير مأمون غير مضمون دفع هذا العذاب إليكم يا شباب ما ترشد إليه الآيات الكريمة هذه الآيات الكريمة تعلمنا الآتي أولا إبراز يعني إظهار طبيعة الإنسان عند مواجهة الشر والخير الأمر الثاني من أبرز صفات الشر عند الإنسان الهلع وهو الخوف هذه الآيات بيّنت لنا الدواء لداء الهلع الخوف وهو الاستمساك بدين الله وشرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام رابعا انحصار العلاج في التمسك في صفات المؤمنين يعني هذا العلاج أن نتمسك بهذه الصفات العظيمة للمؤمنين خامسا وجوب العمل بما اشتملت عليه هذه الصفات سادسا جزاء الطائعين الجنة وجزاء العاصين النار نسأل الله أن نكون من أهل الجنة ونعوذ به عز وجل أن نكون من أهل النار هكذا يا شباب بارك الله فيكم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق وإلى أن نلتقي بكم في دروس قادمة إن شاء الله لكم مني كل تحية وتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.